خدمه. يحشم ما ويحشم يا اخي قلت ما تعودهاش تنتش نار هاي فوقر غير ياخذ الشاوي الشاوي قلبوه الشاوي الحراره متعوده على الشاوي الشاوي الحوله الحوله الحار الشاوي الحار الحرار لا الحرار يعني قلقول عندك بيبليك يتبعك عندك جمهور عندي تعداد بزاف وين؟ في تيك توك في الفيسبوك الانستغرام وراي ديك تحوس ولا والو يخرجك يخرجك معاه؟ ها نحوس ايه وين رحت كامل؟ ضرب ضرب في العطلة هذه واش درت؟ في العطلة هذه؟ ايه نظرت العطلة هذه بدأوا الرحلة العطلة هذه ما ضرناش بزاف يعني تدربنا عم أكثر هي تدربنا وين التدريب نتاعي مش ندربه في الدار كنزل مرات ندرب التدريب نتاعي هو زيارة مستشفيات مثال ما شاء الله تاكل برا مثال هذاك نروح ندير مثالك كي نهضر مع الناس وكيما هذاك هو التدريب نتاعي عندي التدريب نتاعي خيط له بافيت ولا مازال ما خيطلوش بافيت؟ عندي طاطي في الدار عندي في الدار في الدار خيطها في الدار واش دير بها في الدار خرج برا لو ماما ديرها برا ياه ماما ديرها برا نرجعنا هكذا باين عليك هك دير الكاشني دير البوني وين تاع عندي شطفات هاي بابت هاي هاي بابت مرضي يجي الطاطا ونجي خلاص قلقل كي تروح نعطيو لك سويتش عندي عندي عندك هاي قلنا كاين بزاف ربما الشخصيه اللي عرفوها بزاف الجمهور الجزائري هو بيتشيتشي صح شكل الماريونات نتاعو طريقه الاداء نتاعو وش هو اللي يميز فنان يؤدي الماريونات عن باقي الفنانين اللي يؤديوا نفس الفن الماريونات فاش يبرز الاختلاف يبرز في شخصيه الماريونات اللي تقدمها اللي ديرها في الماريونات بيتشيتشي سي تا ارتيست نحبو نجول وتحيه بيتشيتشي اللي كان عنده مرور جميل في برنامج صباح الشروق في اولى المواسم نتاعو بصح انا نشتيش علاش؟ ما نشتيش. واش ما تشتيش؟ يا خويا كي هذيك قدام التلفزيون نهضرها نورمال قاعد. نهضرها نورمال قاعد وعادي خلاص. انا راه 2017 ولا 2018 هضرت معاه في الانستغرام قلت له يا بيتشيتشي يا صاحبي انا راني الهيرون تاعك راني نحدك نوت عليك ونفرج عليك ونضحك. يا بيتشيتشي يا صاحبي راني حاب نجي العاصمه نتلاقى انا وياك حتى خاص خاص وتنعت لي ونعتك نورمال. اي واش قال لك؟ بلوكاني في الانستغرام. لا لا بالك ما شافهاش بالك ما شافهاش ما شافهاش الدلوكاني اللي حد الان لقيتو جراح وناضناه في الانستغرام شوف انا بالنسبه للانستغرام يبقى عالم افتراضي صح ما نعرفوش ما نحكمش على الشخص ما نحكمش على الشخص من الانستغرام ما نحكمش على الشخص من الانستغرام انا نعرفه شخصيا هو انسان طيب جدا انسان متواضع جدا ربما لو كانت تلقاه راح تغير نظرتي يا صديقي اسمعني اللي هضرت على اسمعني اسمعني شنو نقول؟ ديال ربي يسمح له انا قلت ربي يسمح له ناضر هذه جيتي ايه ناضر هذه جيتي شكون انت مش كيتاك مع بيتشيتي مش مع بيتشيتي يعني مع الماريونات ماريونات مع الماريونات وكي تقصد قال لي جيتي اللي قال لي راه بلوكي غاب مني وش ابرز المحطات اللي شاركتها خلينا نهضروا مع وش العلاقه اللي بيناتكم علاقه تبني مش قالك شنو تسموه هل مش قالك ما قالوا المدرب